إلا نرجعوا لا غيزون برينسيبال علاش بدا الهيب هوب، على ود الميز العنصري، على ود الفقر، على ود المعاناة اللي كانوا كيعيشوا. اللي بغيت نبين في هذا الفيلم هو كيفاش بالفنون بالثقافة وفي الفيلم نيد بالهيب هوب الشباب ديالنا تقدر توصل هذاك الشيء اللي بغا توصل اليوم. مهم ومهم جدا يتسمع، لا بالنسبة واحد مجموعة ديال المواضيع مهمين مجتمعين، ولا بالنسبه لشي حوايجات اللي هما الداخل ديالهم نقدروا نقولوا شي حوايجات اللي كيقصحهم قصحهم مزيان، وكيفاش هاد لاغاج وهاد هاد لا كولير ديالهم تقدر تغير بشي حاجه ايجابي بالفنون وبالثقافه، نقدروا نوصلوا واحد النتيجه ايجابي. واللي ما كانش هاد النوع ديال المركز الثقافي ما غاديش يلقاو واحد الراحه، ومهم هاد الراحه الا فكرنا على المستقبل ديال الشباب ديالنا. الغاب هو نقدروا نقولوا الفن الرئيسي ديال الشباب ديال اليوم في المغرب، وماشي غير في المغرب. وملي كنت صغير هنا كنعقل ملي كبرت في الناحيه ديال باريس واحد المركز الثقافي اللي هو بحال هذاك الواحد اللي كنشوفه في الفيلم، كان هذيك الساعه الغاب جاي من ميريكان في البدايه ديال الثمانينات، وشفت كيفاش تخيير الواقع ديالنا، كيفاش هذا الراب ديال لي غيتو جا وخلنا نعضوا على راسنا، وهذاك الشيء اللي وقع تما كيوقع هنا.